رسمي من منظمة الصحة العالمية ومتخصصين من شؤون الصحة النفسية، أقيم المنتدى الثاني للصحة النفسية، والذي يجمع بين كافة الخبراء والمتخصصين في مجال الصحة النفسية، وذلك لضرورة التوعية بالمرض النفسي وأهمية المتابعة حرصاً منهم على تيسير سبل العلاج لمن يواجهون مشكلات وأمراض نفسية. احنا طبعا كمؤسسة كنا شغالين في مجال الصحة البدنية اللي هي الأمراض غير المعدية، السكر، الضغط، السرطان، وطبعا لها مسببات كثيرة. من حوالي سنتين فكرنا في مبادرة 100 مليون صحة نفسية، تأسيا طبعا بمبادرة الرئيس 100 مليون صحة، واكتشفنا ان الاثنين ما ينفصلوش عن بعض. المرض النفسي بيؤثر ويجيب أمراض عضوية، والمرض العضوي ليه مشاكل نفسية بالتأكيد، فكان لازم نعمل هذه المبادرة. واشتغلنا وناس كثيرة انضمت لنا على مدار اليوم بنطرح مشاكل عن كبار السن، مشاكل أهلنا في غزة، مشاكل المدارس، مشاكل في حاجات مختلفة، ودور الابليكيشنز ودور الحاجات المختلفة، دور المجلس القومي للمرأة. وأنا بتكلم دلوقتي حتى ناس من المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة موجودين معنا. هنقول بقى في الآخر مشروعات نبتدي نتكلم ونشتغل من خلالها خطة عمل متكاملة، بالتأكيد هنتعاون فيها مع الأمانة العامة للصحة النفسية ووزارة الصحة. المؤتمر ده تاني مؤتمر احنا بننظمه. احنا عاملين مبادرة كبيرة اسمها 100 مليون صحة نفسية، بقالها دلوقتي 3 سنين بننزل بيها في كل الأماكن زي الجامعات والمدارس والمكتبات العامة، وبنروح بيها مراكز NGOs للمرضى الكلى ومرضى السرطان، بنعمل لهم دعم نفسي. وبالتالي كان الحدث ده مهم جدا، لأنه هو تجميع ما بين صانع القرار وما بين المتخصصين، سواء كانوا المعالجين أو السايكولوجيست أو اللايف كوتشز، كل الناس المهتمة بالصحة النفسية، لأن الزمن ده إحنا محتاجين فيه رفع التوعية بأهمية الصحة النفسية. طبعا أنا بشكرهم جدا جدا إن هم أتاحوا الفرصة للتربية والتعليم، ممثلة في مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن هي تمثل هذا المؤتمر وتعرض الشغل والإنجازات اللي عملناها، لأن ده هيدي فرصة للتعاون والتكاتف بيننا وبين الجهات المشاركة في المؤتمر إن شاء الله. الحاجات اللي أنا شفتها دلوقتي بالنسبة للتربية والتعليم وبالنسبة للصحة النفسية وبالنسبة للخطة المستقبلية، لأن ده فعلا عنصر مهم جدا جدا جدا، والكلام عنه مفيد جدا جدا، بسبب واحد إن إحنا كمجتمع ما بنعترفش بالمريض النفسي. المريض النفسي دايما يستخبى، فاحنا عايزين نقوله المرض ده مش عاهة ولا حاجة تخليك تهرب منها ولا وصمة ولا أي حاجة، ده بالعكس ده مرض زي أي مرض موجود في الجسم. فده كل اللي بيحصل ده لما يبقى من البداية ومن التعليم ومن الطالب لحد أن يوصل لحد الأم بقى. تخيل حضرتك بقى لما الأم تلاقي ابنها بياخد في المدارس الحاجات دي وروح يحكيها لها أو يروح يقول لها، هي هتبقى مؤهلة شكلها إيه؟ التوصيات اللي احنا بنشاركها أو مهتمين الناس تعرفها، إن أول حاجة لازم الناس دايما تهتم بالصحة النفسية. لو شخص حس إن هو بيعاني بأي أعراض أو إنه في حالة غير طبيعية، مهم إنه يلجأ للطبيب النفسي أو الأخصائي النفسي في الوقت اللازم. إننا ما نخافش من إننا نطلب المساعدة، بالعكس لما نطلبها في الوقت اللازم هو ده اللي هيحمينا ويقينا من ان احنا نعاني من مشاكل اكبر. تاني حاجه لازم يبقى فيه اهتمام كبير بالصحه النفسيه الخاصه بالمراه بالطفل. وتالت توصيه مهمه جدا هو ان احنا نهتم بتطوير الخدمات الخاصه بالصحه النفسيه، وهو ده الدور المهم اللي بتقوم بيه منظمه الصحه العالميه بالتعاون طبعا مع وزاره الصحه والهيئات الحكوميه المختلفه، علشان نوفر اكتر خدمه تكون ذات مقبوليه وتكون الناس قادره على الوصول ليها لما يحتاجوها. مؤتمر الصحه النفسيه الثاني او في نسخته الثانيه من الحاجات المهمه قوي، لانه بيفوكس او بيلفت نظر الناس لمفهوم جديد اسمه المينتال هيلث او الصحه النفسيه، اللي بدورها هي بتزود عجله الانتاج، بتساهم ان الناس تعيش حياه صحيه اكتر في وسط الظروف العالميه الاقتصاديه او المحليه. فكل ما حضرتك هتتعرف على الصحه النفسيه من منظور مختلف هيساعدك انك شغلك يتحسن، حياتك الشخصيه تتحسن، المؤسسات الشركات وبدورها هتاثر على عجله الانتاج في البلدان بشكل عام. الاتحاد بتاع الكيانات الصحه النفسيه كلها النتائج بتاعتها بتبقى مذهلة لما الناس دي بتتقابل، والحقيقة أن النتائج بتاعت المنتدى الأولاني كانت نتائج مبهرة جدا ومشرفة جدا، وأتمنى النهاردة أن ده يكمل، وأتمنى النجاح والتوفيق للمبادرة بتاعت 100 مليون صحة فيما هو قادم.